غالبا بتكون في اوقات غلط. ارثر في يوم وهو في عرض ليه في الشارع بيسرق يافطته مجموعه من الشباب وبيجروا، فبيجري وراهم علشان يرجع اليافطه، لكنهم دخلوا الشارع هاري وبيهجموا عليه وبيضربوه، وبيقع على الارض في حاله من الاحباط والعجز عن حمايه نفسه. ارثر بيتواصل مع اخصائيه اجتماعيه بتساعده في توفير الدواء لحالته الصحيه، واللي بتلزم انه بياخد 7 انواع مختلفه من الادويه، وبيقول لها انا بتوهم ولا الوضع بقى جنوني بره. الاخصائيه هزت دماغها وسكتت. ارثر بيعيش مع مامته المريضه وهو المسؤول عنها. مامته كانت دايما بتبعت خطابات لتوماس وين علشان يساعدهم، وبتقول لأرثر انا اشتغلت عندهم سنين كتير اكيد هيرد عليا. اما أرثر فكان مثله الاعلى مقدم البرامج موري فرانكلين. وفي بداية يوم شغل الأرثر زميله راندل بيقول له سمعت انك انضربت امبارح ولو فضلت كده مش هيسيبوك في حالك، واداله مسدس وقال له لازم تحمي نفسك. أرثر لما حاول يرفض راندل اقنعه انه ضروري معاه الايام دي، وقال له ابقى اديني حقه بعدين. وهنا زميله غاري بينادي عليه وبيقول له المدير هويت عايزك في مكتبه. أرثر لما راح للمدير قال له أنا هوديك تقدم عرض في نادي كوميدي، لكن أنا جات لي شكوى من محل كيني وبيقولوا إنك اختفيت وخدت اليافطة بتاعتهم. أرثر قال له ما خدتهاش، في شباب ضربوني وسرقوها. المدير قال له أنت لازم ترجعها وإلا هخصم حقها من مرتبك. أرثر وهو مروح قابل جارته صوفي في الأسانسير، وتمت بينهم دردشة بسيطة وحس إنها معجبة بيه. أرثر بعد كده بدأ يراقبها وبيدعيها تحضر عرضه في النادي الكوميدي. وفي يوم وهو بيقدم عرض في مستشفى أطفال بيقع منه المسدس. المدير هويت لما عرف كلمه وقال له زميلك راندل اكد لي وقال لي انك حاولت تشتري منه مسدس الاسبوع اللي فات، والنهارده رايح بيه عرض المستشفى اطفال، انت مطرود. وهو مروح في القطر كان في 3 شباب واضح عليهم انهم من الاثرياء بيضايقوا بنت قاعده لوحدها، وارثر بدا يضحك بشكل هستيري بسبب مرضه. الشباب بداوا يستهزئوا بيه ويعتدوا عليه ويضربوه، وفجاه وارثر في الارض بيطلع المسدس وبيضرب النار عليهم واحد ورا التاني، وبيصيب التالت في رجليه وهو بيحاول يهرب. وهنا نقطه التحول لارثر بعد احساسه باللذه بعد القتل، ولما القطر وقف بينزل ورا الشخص التالت بكل هدوء وبيقتله ب3 رصاصات بدم بارد وبيهرب من المكان. وهنا بيقدر المجتمع الفاسد يحول ابنائه الى وحوش. وتاني يوم بيعرف ان التلاتة دول كانوا بيشتغلوا في مؤسسة توماس وين مرشح عمدة مدينة جوثام، وبيطلع توماس وين على التلفزيون وهو بيدين قتلهم، وبتتحول القضية لقضية رأي عام، وبتفشل الحكومة في القبض على المجرم لانه شخص مقنع بقناع مهرج. وبيروح ارثر لمقر شغله علشان ياخد اغراضه بعد ما انطرد بمنتهى العبثية واللامبالاة. ولما ارثر راح للاخصائية الاجتماعية علشان الادوية قالت له اسفة العمدة وقف التمويل لكل القطاعات الخدمات الاجتماعية، ودي هتكون آخر مقابلة. أرثر بالليل بيروح علشان يقدم عرض في نادي للعروض الكوميدية، ولما وقف على المسرح بتزيد أعراضه المرضية وبيضحك بهستيريا وما قدرش يقول أي نكتة، وبيفشل في محاولته إنه يكون فنان كوميدي، لكن جارته صوفي كانت موجودة وبتشجعه وبيخرج معاها بعد العرض، وبدأ يشوف في الصحف عناوين زي قاتل مهرج طليق، وكان النظام الحاكم والإعلام مهتم بالقضية دي جدا، أما الأهالي فكانت بتأيد القاتل لمجرد بس إن الضحايا كانوا من الأسرياء، حتى ان كان في ناس لابسه قناع المهرج في الشوارع. ارثر لما رجع للبيت فتح خطاب من الخطابات اللي بعتتها مامته لتوماس وين، وقراها ولقى مكتوب فيها عزيزي توماس انا وابنك محتاجين مساعدتك. ارثر انهار واتعصب وبيسال مامته ده صحيح فعلا؟ قالت له ايوه صحيح، وبدات تحكي له انها كانت شغاله في بيت توماس وكانوا بيحبوا بعض، لكن بحكم المظاهر توماس ما قدرش يتجوزها ولا يعترف بابنها وخلاها تمضي على ورق بالكلام ده. ارثر راح عند قصر توماس وين ووقف عند البوابة ولقى ابنه بروس، فبدأ يلعبه شوية، وهنا بيجي حد من خدم القصر وبيدخل الطفل وبيطلب من ارثر انه يمشي. ارثر بيقول له انا ابن بيني فليك كانت شغالة هنا من زمان. الخادم اتفاجئ وقال له انت ابنها؟ ارثر قال له ايوه وحكيت لي على كل حاجة. الخادم قال له مفيش حاجة اصلا علشان تحكيها لك، امك كانت بتتوهم. فبيشدوا ارثر وبيخنقه لكنه بيسيبه وبيجري. ولما روح لقى مامته تعبانة ونقلوها للمستشفى بسبب جلطة مفاجئة، وبتجيله جارته صوفي بتأزره وبتقف جنبه، ولما خرجت تجيب قهوة علشان يشربوها ارثر بيفتح التلفزيون علشان يتابع عرضه المفضل لموري فرانكلين. اتفاجئ ان موري بيعرض مقطع فيديو لارثر لما كان في نادي العروض الكوميدية وبيطلق عليه اسم الجوكر، وفضل يستهزئ عليه وعلى ضحكته اللي بسبب أعراض مرضه. المدينة وضعها الاقتصادي بقى أسوأ، ومع تزايد البطالة والفقر والسرقة والنهب بتزيد مشاعر الغضب اللي استحوذت على سكان المدينة، فبيخرجوا متظاهرين للشوارع مقنعين بقناع المهرج ضد الأثرياء ورجال السياسة. أرثر بينزل وبينضم للمتظاهرين قدام مقر مرشح عمدة المدينة توماس وين، وبيقدر يتسلل ويدخل لجوه، وبيلبس لبس الخدم وبيتسلل لصالة العرض اللي كانوا قاعدين فيها أثرياء المدينة، وبيتفرجوا على عروض كوميدية، اللي بنفس الوقت في مظاهرات بره قدام المقر ضدهم. أرثر
آرثر بيدخل ورا توماس وين الحمام وبيقول له اسمي آرثر وبيني فليك تبقى ماما. توماس قال له اسمع عارف هتقول ايه، انا مش باباك، مامتك بتتوهم طول عمرها، هي اتبنتك وانت صغير وطردتها لانها اتقبض عليها واتسجنت ودخلوها لمستشفى أركهام الحكومي وبيسيبه وبيمشي. وبالليل آرثر بيجيله اتصال من شيرلي وودز منظمة العروض المباشرة لموري فرانكلين وبتقول له احنا جالنا تعليقات كتيرة على مقطع الفيديو بتاعك بعد ما عرضناه، وموري طلب مني اتصل بيك علشان تبقى ضيف في البرنامج بتاعه، وحددت ميعاد معاه يوم الخميس. آرثر بيخرج وبيروح لمستشفى أركهام الحكومي وبيتصدم بالملف الخاص بيها اللي كان محتواه انها فعلا مريضة باضطراب التوهم واتسجنت بسبب الاعتداء على طفل اتبنته، وكمان كانت بتسمح لصديق ليها يعتدي عليه. آرثر ما كانش مستوعب كل التقارير دي وكان مصدوم، لكن صدمته بتتحول لبركان غضب لما رجع البيت واكتشف ان جارته ما كانتش معجبه بيه ولا عمرها خرجت معاه ولا زارته في المستشفى، العلاقه دي كانت مجرد وهم بعقله بس. فبيروح للمستشفى وبيخنق مامته وبيقتلها بدون ما يقول لها انه عرف كل حاجه، وبيرجع للبيت بدون مبالاه وبقى يجهز نفسه بيتدرب على مقابلته في العرض المباشر مع مورلي فرانكلين. وهنا بيجي له زمايله اللي كانوا شغالين معاه في الشغل راندل وغاري. راندل بيقول له الشرطه حققت معانا كلنا في الشغل في جريمه القتل اللي حصلت في القطر، ودلوقتي مشتبهين فيا علشان كده كنت محتاج شهادتك. وقبل ما يخلص كلامه بينهال عليه آرثر بالطعن وبيقتله، وبيقول لغاري انت الوحيد اللي كنت بتعاملني كويس علشان كده هسيبك تمشي. وبيلبس بدلته وبيرسم قناعه بالمكياج وبينزل علشان يحضر العرض المباشر مع الاعلامي موري فرانكلين، وهنا بيرقص رقصته الشهيره ما بين الالم والامل وما بين النشوه والانكسار، وبيتفاجئ بالمحققين بيقولوا له عايزين نتكلم معاك، فبيهرب منهم وبيدخل لمحطه القطر علشان يتفاجئ بكل اللي حواليه مقنعين بقناع المهرج هم كمان، المحققين وراه وبيدوروا عليه في القطر. آرثر بيشد القناع من شخص وبيفتعل خناقه وبيلبس القناع وبيختفي وسط الناس. ولما المحققين حاول يفك الاشتباك الموجود بيشتبك معاهم شخص مقنع من الموجودين وحاول ياخد المسدس من المحقق، وبيتم اطلاق النار على المقنع بدون قصد، فبيغضبوا الاهالي وبيعتدوا على المحققين. وبيوصل آرثر للبرنامج، موري بيسأله عن القناع اللي على وشه ده تضامنا مع المتظاهرين، آرثر قال له لا ده من ضمن ادوات شغلي بس مش اكتر، وطلب من موري انه يقدمه في البرنامج باسم الجوكر وبيقول له ده اللقب اللي اطلقته عليا في البرنامج بتاعك فاكر؟ موري ما كانش فاكر وبيسأل المساعد بتاعه انا قلت كده؟ عموما تمام انا موافق هناديك بالجوكر. وبيبدا البرنامج وبتيجي فقره ارثر وبيقدمه موري بالجوكر، وبيدخل وهو بيرقص وسط تشجيع الجمهور. موري اعجب بطريقه دخول ارثر وبيقول له انا عارف انك مهرج مضحك، ايه رايك تقول لنا شويه نكت؟ ارثر طلع كتابه وفتحه، ولما بدا يقول نكاته كان موري بيسخر من كل حاجه بيقولها. ارثر فجاه غير مسار العرض وبيقول له اعذرني يا موري، الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا بعد ما قتلت موظفين وول ستريت في القطر. اعتراف آرثر كان طبق من ذهب لموري انه يعترف قاتل في برنامجه على الهواء، فبدأ يجري وعايز يسمع اكتر من آرثر. آرثر بيقول له انتوا مهتمين جدا بيهم لمجرد انهم اسرياء، لكن انا لو مت على الرصيف كنتوا هتمشوا فوقي ومحدش هياخد باله. موري بيقول له انت بتحاول تبرر قتلك للناس يا آرثر، لكن مش كل الناس بغيضين. آرثر التفت له ونبرة صوته اتغيرت وقال له لكن انت بغيض يا موري، عرضت فيديو ليا واستضفتني في البرنامج علشان تهزأ بيا، ده جزاءك يا موري. وبيطلق النار على راسه. وسط الفزع والهلع في الاستوديو بيقوم آرثر وبيضربه رصاصه تانية في قلبه، وبيتم القبض على آرثر من الاستوديو. وفي الشوارع كانت مدينه جثام مفججه بالغضب الشعبي اللي سيطر على كل اهالي المدينه ضد النظام والشرطه، وبتصطدم عربيه الشرطه بعربيه مطافي كان بيسوقها متظاهر بقناع المهرج، وبيخرجوا الجوكر من العربيه، وبتزيد اعمال الشغب والفوضى في المدينه والاعتداء ونهب المراكز التجاريه والمحلات وغيرها. وهنا توماس وين ومراته وابنه بيحاولوا يهربوا من وسط الشغب، لكن بيتم قتله هو ومراته ما عدا الابن بروس على يد متظاهر مقنع. ووسط هتافات المتظاهرين باسم الجوكر بيفوق الجوكر وبيقف فوق عربيه كبطل قومي ورمز للثوره ضد الاسرياء، وبيرقص رقصته الشهيره فوق العربيه مع دعم كامل من الاهالي. وفي اللقطه الاخيره النكته الغامضه، آرثر قاعد قدام الدكتوره النفسيه اللي جابتها الشرطه تعالجه وبيضحك بهستيريا لوقت طويل. الدكتوره بتساله انت بتضحك على ايه؟ الجوكر قال لها كنت بفكر في نكته، وبيفتكر الطفل ابن توماس وين اللي قتلوا باباه ومامته وسابوه عايش، الطفل ده يبقى بروس وين باتمان في اجزاء الفيلم القديمه، واللي على ما يكبر هيكون الجوكر خرج من المصحه ويحاول باتمان الانتقام منه لانه بيفتكر ان الجوكر هو اللي قتل باباه ومامته. الدكتوره بتقول له ممكن تحكي لي النكته؟ قال لها مش هتفهميها. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، ما تنساش لو مش مشترك في القناه يلا اشترك وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.